دكتور صادق ابو جبل ما شاء الله وشك مبطرخ. ابتدى كده ابتدى كده. استاذ الدكتور أيوه. ادخل يا فندم. تدخل ايه يا عم انت؟ ما انت دخلت بقالك ساعة اهو، في ايه؟ عمرك ما سمعت عن في باب، في غرز، في ندهان؟ يا استاذ اتعلم الاصول، في باب تك تك تك. مين قال باب؟ في ندهان يا ناس اللي جوه. انت ولا بره؟ قلت لي خماوي. في غرز طام طام ليلا. شاف يا دكتور بيقول لي الافيه بتاعي. يلا قلت لي خماوي. يلا روح اعمل لنا شاي. حاضر. تعال انت نهار اسود. ايه يا عم انت اتعجلت برشت على الشغلانه بتاعتي؟ بقول يا وز اعمل شاي. خلاص اعمل شاي. شايك ايه؟ ده سؤال ما يتسالش. وبطل غباوة. مش عامل شاي وبطل رخامة. طب زود لي واحد حلاوة. سكرك في شايك. روح اعمل شاي. اعمل شاي. ماشي. يلا. ده انت سترك معاوي. اعمل شاي. ماشي. اعمل شاي. اسمع كتب. نانانانانا. شاب دكتور. دولي معاوي. دكتوري. أيوة. استاذي اقول لك ايه، من اغاني عمرو ولا تامر؟ ما انت راجل فاضل وبالخير عامر. هذا النفاق حبيبي يا نور العين يا ساكن فؤادي. كذاب، انا ساكن المعادي. يا اعز من روحي، يا اغلى من عينيا. يبقى عايز حاجه؟ الله يعزك ويعز اللي يعزك ويعز اللي يحبك وما يعزش اللي ما يحبكش، ويعز اللي نفسه يعزك وما يعزش اللي نفسه ما يعزكش، ويعز اللي نفسه يعزك وفي صميم قلبه بيعزك وما يعزش اللي نفسه يعزك وفي صميم قلبه بيعزك، بس قاعد في ميكروباص جنب واحد بيعزك وفي صميم قلبه بيعزك، بس في بطاقته صورة واحد ما بيعزكش. أسره ها أسره، بدل ما غزك وغز اللي يغزك. ها قول لي في ايه؟ عايز ايه؟ دكتور صادق. نعم. يا عنوان الشهامة، يا مثال الكرم، يا جبل السخاء، يا جبل الرخاء، يا جبل العطاء. اغنيها لك؟ يا جبل يا جبل يا جبل يا جبل يا جبل يا جبل. احيط سيادتكم علما. أيوة. باني هنتخبك في انتخابات مجلس الشعب وحديك صوتي. انت خير الرجال وبطل الابطال وصدق من قال ان اخلاقك عالي العال، وربنا يعزك ويعز اللي يعزك يا جبل. طيب ما دام المدح زاد والنفخ زاد يبقى الطلب جامد قوي. كنت عايز حضرتك في طلب بسيط. ما انا قلت كده. خير يا حبيبي؟ طبعا خير. انا هطلب منك ايه الا كل خير يا منبع الخير. ربنا يعزك ويعز اللي يعزك يا جبل. ايوه عايز ايه؟ خلصني. حضرتك يا فندم، يعني انت عارف ان انا كنت طالب عندك في الجامعه. ايوه. واتخرجت على ايدك في الكليه. تمام. وطلعت بالاوائل. ايوه. ومن ساعتها وانا قاعد على قهوه بنش. كويس. لا شغله ولا مشغله. وحضرتك عارف برضو اني ما بستلفش من اي حد ابدا. الا حضرتك وبس. ما هو ده من بخت الاسود. وعشان كده يا فندم دايما ادعي لك صبح ومساء ان ربنا يعزك ويعز اللي يعزك يا جبل. ايوه. اغني لك. جيتك من شارع لبنان وجيوبي فاضيه وفلسان. فلسان تبقى عايز فلوس. ايوه يا فندم. 5000 جنيه بس يا فندم، والله الاول الشهر، وحضرتك حطهم في ميزانيه الانتخابات مجلس الشعب اللي انت داخل فيها. وانا اديهم لك بصفه ايه؟ يا دكتور انا اللي همسك لك ان شاء الله حمل دعايتك الانتخابيه. ايه هتعمل ايه فيها يعني؟ يا دكتور قول. مش هعمل ايه؟ هلف على كل الناس وافضل ادعي لك ان ربنا يعزك ويعز اللي يعزك، واهتف لك. تنتخبوا مين؟ صادق ابو جبل. حبيبكم مين؟ صادق ابو جبل. تستلفوا من مين؟ ايه ده كل دول هيستلفوا مني؟ ده انت هتخرب بيت. انت مجنون يا ولا ايه؟ يا فندم امال لو مش هيستلفوا منك هيستلفوا من مين؟ يا جبل العطاء، يا جبل الرخاء، يا جبل يا جبل. حبيبي يا دكتور. عايز ايه يا سيدي بقى؟ يعني هم 5000 جنيه لمده شهر واحد. شهر واحد. الانتخابات ما تبدا. شهر بس. خليهم شهرين. شهرين بس. خليهم ثلاثة. ثلاثة. أيوة.
بس انا الحقيقه مش هقدر اديهم لك دلوقتي. ليه؟ المحفظه ضاعت مني بالفلوس والبنك قافل بكره وبعد بكره الجمعه وبعد السبت، واخد بالك انت؟ فاجل بقى الحكايه دي لاحقا، بعدين قدام شويه. قدام شويه؟ قدام قد ايه كده؟ نص ساعه؟ اهو ده كلام كويس. خلاص استحملك يا دكتور. ده انت دكتوري واستاذي. أيوه. اجي لك كمان نص ساعه تحضر لي المبلغ 6000 جنيه من عشمي. يا حبيبي يا كمان 7000 جنيه يا نور عيني. لا. وكل مرة بشوفك فيها ببقى نفسي استنى بقى ايه؟ اجي لك اقول لك سلفني 8000 جنيه. طب هات ما تجيب. وافقت صح؟ طب لا ربنا يبارك لك. اشكرك يا نور عينيا، يا استاذي، يا ملاذي، يا اللي في الحق انحيازي، وعلى الكذابين سيف ولازي. ايه رايك في الشعر ده؟ يستحق ابو 10. ربنا يخليك يا جمال. تسلم لي يا جمال يا جمال يا جمال يا جمال يا جمال يا جمال. مش هنسالك ال 11000 اللي حضرتك قلت عليهم. والله يعني ال 12000 اللي طالعين منك ربنا يبارك لك يخليهم لك يا رب. يلا يلا يلا. منافق.